بال 83 معركة بشداشان، أنت كنت موجودة بالجبل أو خارج الجبل؟ أنا كنت بسوريا، يعني كان زوجي مسؤول علاقات الخارجية بسوريا للعلاقات الكردية والعربية، الأحزاب العربية. زين. الخارجية والداخلية. لهي كانت أنا ما عندي معلومات كبيرة أو كثيرة عن هذه القضية، لكن أنا ضد أي نوع من هكذا حركات أو هجمات أو اقتتالات. زين. وفي حينها كتبت عن الموضوع وأنا كنت ضد الموضوع نهائيا. زين. بال84 الاتحاد الوطني تفاوض مع النظام. نعم. في سبيل ضرب الديمقراطي الكردستاني. على ماذا تفاوضتم مع النظام؟ أنا كنت وزوجك كان نعم. مسؤول العلاقات لا. الخارجية كنا في دمشق. مسؤول كنا مسؤول كان هو مسؤول العلاقات الخارجية وأنا كنت أيضا عضو في العلاقات الخارجية وإحنا كنا ضد التفاوض وضد المفاوضات لهذه ما بقينا بسوريا. وما بقينا بسوريا طلبنا اللجوء في السويد ورحنا إلى السويد وفي لفترة معينة إحنا تقريبا جمدنا نشاطاتنا السياسية إلى فترة قليلة جدا إلى أن يعني المفاوضات فشلت المفاوضات بين الحكومة والاتحاد الوطني رجعنا إلى التنظيم. زين غادرتوا غادرت بال 84 غادرنا بالنهاية 83 زين لأن المفاوضات في هذه الفترة احنا كنا ضد المفاوضات النهاية بشهر 12/83 شو وقت عدتم إلى مرة ثانية إلى 92 زوجي هو رجع لا زوجي رجع من قبل يعني في فترة 91 هو رجع احنا رجعنا 92 زين شنو كانت طبيعة عملكم بالسويد؟ أنا في بالبداية كنت أعمل في مستشفى لكبار السن وبعد ذلك كنت أعمل في يعني في محل لبيع مستلزمات البيت.